السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول من قال من أهل العلم بأن من آداب تلاوة القرآن أن لا يقرأ القارئ بترجيع النصارى ولا بنوح الرهبانية؟ ولا بنوح الرهبانية. نعم، القرآن يتلى كما ينبغي أن يتلى، بترتيل وتحسين الصوت وبتجويد، تجويد الذي يسلم به من اللحن والخطأ في الآيات، خطأ الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى، لأن يكون متقنا للنحو. هذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. نعم.